اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتور حنس حشمت، الباحث في الداء النشواني منذ 2012 واخصائي التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، ومعاكم في فيديو جديد على قناه الصحه والتخسيس. البنزين يا جماعه ومشتقاته، يمكن لمعظم الناس ان هم يعرفوا ان البنزين كمركب في الوقود للسيارات، لكن لا يعلموا انه يدخل في العديد من المنتجات الاستهلاكيه. البنزين ومشتقاته هنعرفهم ايه هم، استخداماتهم موجودين فين بالظبط، كيف يجد طريقه لداخل الجسم، وايه هي التأثيرات الصحية السلبية وعلاقة البنزين ومشتقاته بمرض الداء النشواني. كل ده واكتر هنلاقيه في الفيديو ده، ولكن بعد فاصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. المركبات العضويه العطريه الاروماتيه هي خاصيه كيميائيه يكون بها الجزيء جزيئا في شكل حلقه، تكون عاده سداسيه، تتكون من 6 ذرات كربون مرتبطه ببعضها البعض، وكل ذره بترتبط بذره هيدروجين. ابسط الجزيئات العطريه هو البنزين وصيغته الكيميائيه C6H6. البنزين سائل عديم اللون قابل للاشتعال، تم اكتشاف حلقة البنزين عام 1825 بواسطة ميشيل فاراداي اللي قام بعزله من الزيت الغازي وأعطاه اسم بيكربوريت الهيدروجين. عام 1833 ميلادية قام العالم الألماني الكيميائي إلهارد ميتشرليتش بإنتاجه عن طريق تقطير حمض البنزويت من صمغ البنزين والجير وسماه بنزين. عام 1845 قام الكيميائي الإنجليزي تشارلز مانسفيلد بعزل البنزين من قطران الفحم، وبعد 4 سنوات بدأ في أول إنتاج تجاري للبنزين. أكثر الهيدروكربونات الأروماتية أهمية اقتصادية هم البنزين والتولوين والزيلين، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 35 مليون طن سنويا، وبيتم الحصول عليها من نواتج تقطير قطران الفحم. مادة النيتروبنزين ده مركب عضوي له الصيغة الكيميائية C6H5NO2، ده ليه أسماء تجارية أخرى زي النيتروبنزول وأويل أوف ميربان ونترات البنزين. ده بيكون على شكل سائل زيتي سام، لونه أصفر، له رائحة اللوز. حسب تعريف الاتحاد الدولي للكيمياء البحثة والتطبيقية الأيوباك، فإن مركبات النيترو هي التي تحتوي على مجموعة نيترو إما متصلة بذرة كربون زي النيتروبنزين، أو تكون متصلة بذرة نيتروجين زي مركبات النيترامين، أو متصلة بذرة أكسجين كما في مركبات النترات العضوية اللي بنقول عليها الصيغة الكيميائية RONO2 التي تعد استرات عضوية لحمض النيتريك. تم تحضير النيتروبنزين عام 1834 بواسطة الكيميائي الألماني إلهارد ميتشرليتش بمزج حمض الكبريتيك وحمض النيتريك عشان يتفاعلوا مع بعض عشان يكونوا لي أيون النيترونيوم NO2 أو أيون النيتريل. بعد كده بيتفاعل هذا الأيون النشط كيميائيا مع البنزين للحصول على مادة أو مركب النيتروبنزين. لكن هذا التفاعل يا جماعة خطير جدا في الصناعات الكيميائية، لأنه تفاعل ناشر للحرارة بشكل كبير جدا. بلغ الإنتاج العالمي من النيتروبنزين سنة 1985 حوالي 1.7 مليون طن. طيب إيه هي استخدامات البنزين ومشتقاته وأين توجد؟ أول حاجة بيستخدموها كمذابات صناعية هامة في صناعة الأدوية واللدائن والمطاط الصناعي والأصباغ، ويعتبر أحد المكونات الطبيعية للزيوت الخام. كمان بيستخدموه في إنتاج الكيماويات والبوليمرات زي ستايرين والفينول والأنيلين والبولي إستر والنايلون وعدد من المنظفات والمستحضرات الصيدلانية، منها منتجات العناية الشخصية زي المرطبات الجلدية، بيدخلوها في الشامبو، بيدخلوها في البلسم، بيدخلوها في كريمات الحلاقة، بيدخلوها في مستحضرات تفتيح البشرة وطلاء الأظافر. بيستخدموها ككاشف كيميائي وكعامل استخلاص للبذور والمكسرات. مشتقات البنزين الأحادية والثنائية بيستخدموها كمذيبات ومخففات في صناعة العطور. هناك مادة البنزيل بنزويت أو كما تسمى الكحول البنزيلي أو حمض البنزويت بيستخدموها كمثبت في العطور. الشركات بتتنافس فيما بينها على درجة ثبات العطر، لأن درجة ثبات العطور يا جماعة بتعتمد على النسبة المستخدمة من مادة البنزيل بنزويت وجودة الزيت العطري الخام.
المادة البنزويل بنزويت بتقلل تبخر مكونات العطور نظرا لارتفاع درجة غليانها. الناس اللي بتحب ريحة البنزين يا جماعة، عايز اقول لكم ان شركة فورد للسيارات بتطلق عطرا كان نوع من الترويج ليها برائحة البنزين. للأسف مادة النيتروبنزين بيتم استخدامها لعمل الصابون والعطور وإنتاج الأنيلين والطلاء. طيب كيف يحدث الامتصاص للبنزين ومشتقاته؟ أول حاجة عن طريق الرئتين بالاستنشاء، أو عن طريق البلع، عن طريق الجهاز الهضمي، أو عن طريق الامتصاص عبر الجلد السليم. أول ما تدخل الجسم البنزين ومشتقاته بيحصل إيه؟ بيتم استقلاب الهيدروكربونات العطرية من خلال الأكسدة الحيوية لحلقة البنزين، بيتم تحويلها لمركبات قابلة للذوبان في الماء وتتحد مع حمض الجلايسين والجلوكوريونيك وحمض الكبريتيك، وبيتم التخلص منها في البول. يتم استقلاب حلقة البنزين بشكل رئيسي إلى الفينول. طيب دكتور، ايه هي التأثيرات السلبية على الصحة للبنزين ومشتقاته؟ أول حاجة بيعمل تأثيرات مزمنة وحادة على الجهاز العصبي المركزي CNS Central Nervous System في صورة صداع، قيء، غثيان، دوخة، ارتباك، فتور، فقدان الوعي، تثبيط الجهاز التنفسي، السعال، خفة الرأس، خفقان القلب، تغيرات سلوكية، اكتئاب، تغيرات مزاجية، تغيرات في الشخصية والوظيفة الفكرية، متلازمة مستمرة من ترنح المخيخ. هناك حالات موت مفاجئ يا جماعة حدثت للأطفال والمراهقين، اللي الناس اللي بيشموا الغرة، فبالتالي بيحدث استنشاق أبخرة المواد اللاصقة المحتوية على مادة التلوين. أيضا بيحدث تهيج للأغشية المخاطية للعين والمسالك الهوائية العلوية والكلى، ضعف عام، فقدان للشهية وتعب مفرط، تهيج وأرق ورنين الضوضاء في الأذن، عطش شديد، خلل التوتر العضلي ونزيف الأنف. هذه المنتجات للأسف بتعملي اضطرابات في الدورة الشهرية للنساء، يعني غزارة الطمس، النزيف من الرحم، في الحمل ممكن تسبب الإجهاض والتسمم الحمل والنزيف أثناء الولادة، بتسبب العقم، اعتلال المخ والتهاب الكبد السام، وذلك تم ملاحظته في عمال مصانع البولي ستايرين والمطاط الصناعي. البنزين ومشتقاته بيسبب جفاف وتهيج والتهاب الجلد خاصة الإكزيما، ولذلك هو من المواد المحتملة التي تحفز ظهور تصبغات الداء النشواني. البنزين ومشتقاته مواد مسرطنة مؤكدة تسبب جميع أنواع اللوكيميا زي بيضاض الدم الحاد غير الليمفاوي، أيضا بتسبب فقر الدم اللا تناسجي وقلة الكريات الشاملة. من وجهة النظر البيولوجية، فإن اضطرابات نخاع العظام واضطرابات الدم بسبب تحول حلقة البنزين إلى إيبوكسيد البنزين التي تتدخل مع الأحماض النووية، حيث تم ملاحظة الانحرافات في الكروموسومات في كل من البشر والحيوانات المعرضين للبنزين ومنتجاته. لذلك تم حظر مكونات ومشتقات البنزين كمكونات في المواد والمنتجات المستخدمة في المنازل. من المفترض من الآن أن نتخلص تماما من استخدام البنزين لأي غرض صناعي أو تجاري، حيث يمكن استخدام مذيبات آمنة بديلا عنه مثل السايكلوهكسان. أيضا مادة البنزايل بنزويت المستخدمة في تثبيت العطور يمكن استخلاصها بطريقة طبيعية من الزهور الطبيعية زي الياسمين والقرنفل والقرفة والتوت وعسل الزهور، لكن ما يحدث هو الاستسهال وتحضيرها كيميائيا في المعامل. أأمل أن تكون القناة بمثابة دعوة للاستيقاظ لفهم كافة المواد الكيميائية التي تؤثر على الجسم وتحفز ظهور الداء النشواني والتصبغات الجلدية، بينما تشجعني الجهود البحث المستمرة في الداء النشواني إلى أنني حقا أشعر بالقلق المتزايد إذا تزايد أعداد الإصابات على مستوى العالم. ما أريد تحقيقه فعليا هو تحريك مجتمع الصحة العامة نحو هدف القضاء على الداء النشواني. من له أذنان للسمع فليسمع. أتمنى الفيديو عجبنا، لو عجبنا ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. لا تنسوا متابعتي على صفحة الصحة والتخسيس على الفيسبوك وعلى قناة التيك توك والكي واي باسم دكتور حنس حشمة لمزيد من الفيديوهات القصيرة حول الصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. شكرا لكم، كان معكم دكتور حنس حشمة. ألف سلامة.